كتبدا القصه في واحد البلاكه ديال الطوبيس. اعلم الله القصه اللي باديه في بلاكه ديال الطوبيس في غتسالي، والناس كيتزاحموا باش يطلعوا. غنشوف واحد الشفار مستغل الزحام وكيخطف البزاطم. ملي طلعوا للطوبيس بدلوا واحد البزطام، وهي تشوف واحد المراه وبدات كتغوت الشفار. صاحبنا شاف راسو الى حصل غياكل ماكله الطبل، وهو ينقز من الشرجم لواحد الهوندا تادي راه شاروخان وما دارهاش. الشفار سميتو ديدي. ملي رجع لدارهم اللي كاينه في الكاريان لقى صحابو قمارين ايزا معاهم بزطام ودخل. يلا غيبدا يلعب بنت ليه كريمة دايزة. ديدي كيموت على كريمة، حتى هي كيبان بلي كتبغيه، ولكن الحاجز اللي كاين بيناتهم هو داك المصنقع ديال خوها معرقها سيليسيون وحاضي العك. مع كيوقف عليها ديدي كيوقف عليه، راه دبر عليا. صدروا ديدي بواحد البزطام، هدر شوية مع كريمة وتحرك للقهوة ديال الدرب. سميتها قهوة غير حيتاش فيها العصارة، أما هي راه غير جوج حيوطة مغطيين بالقصدير. رقد على قهيوتو، حل مجاج وخرج يدبر على راسو. تصاطح مع واحد الشيباني خارج من الصاكة، صرف ليه البزطام وتحرك. الشيباني ملي شافو بقى مصدوم كيقول هذا عالي. ضرب يدو للجيب لقى علا ليه رجليه في البزطام، تبعو كيجري دار مع الدورة لقاه كيفاي كيشنق عليه. قال لي كنت غير كنقلب على لاكارت باش نرجعو ليك. خدا الشيباني البزطام عطا لديدي زرق الاف، بدا كيتعوج عليه وقال له يلا خلص شي قهيوه. ديدي شافو هكا حساب ليه مايل، عطاه فلوسه وقال له سير اخويا الله يعفو عليك، باش يعجبوك واخا شفاره ما عندهمش معقله الحياه. الشيباني عاد فهم البلان، ضربها ليه بقجه وقال لي راه ماشي داكشي اللي في بالك، نمشيو للقهوه حيت عندي ليك واحد لافير. مور هادشي رجع الشيباني للدار اللي خدام فيها، تما غنعرفو بلي سميتو الوافي، والمراه اللي خدام عندها سميتها غيتا. من نهار مات باها وخوها مشى لامريكان ما رجعش، وهي غير مهمومه وكتخمم. عطاها الوافي الجورنال ديالها وبدا كيحاول يخفف عليها، وكيقول ليها بلي عنده احساس راه خوها قريب يرجع. في العشيه جا عند خطيبها عزيز واختو صفية، جلسوا معاه يهضروا على زواجهم. تما قالت ليه بلي ما كاين زواج، حتى تعرف علاش خوها عالي ما رجعش من الامريكان. ملي شافوها مصره طلبوا منها تبدل حوايجها باش يخرجوا يبدلوا الجو. غير هي ناضت، وصفية بدات تقول لخوها بلي خاصو يتزوج بها في اسرع وقت باش ياخذوا كاع الممتلكات اللي خلى باها. في نفس الوقت غيكون الوافي والجارديني كيخطوا باش حتى هما ياخذوا طرف من الورد، وكانت الخطه ديالهم هي يجيبوا ديدي اللي فوتوكوبي ديال عالي خوغيتا باش يمثل الدور ديالو ويعاونهم ياخذوا الورد. مشى الوافي للكاريان باش يقلب على ديدي، سول عليه واحد البرهوش قال ليه هزات ولا رافت. في الجهه الاخرى غنشوفو مشدود مع شي وحدين وجايبين شي مرات تعرف على الشفار اللي داليها الساك. ملي ما طلع حتى واحد فيهم قال لكم يسير الضابط يخليهم يمشيو ويجيبوا له ديدي. ديدي كان هو الامين ديال الخطافه، قول ليه غير السيكتور فين تسرقت يحضر لك رزقك. مع دخل عنده قال لي لكم يسير هاد السيده من جهتي ومشى ليها الساك. رد عليه ديدي بلي الساك غيجيبوا ليها، ولكن اللي سرقو ما يقدرش يقول ليه حيت غيتنومر ويولي برقاق. كيخرج من تما لقى الوافي مسنيه، سول واش فكر في لافير، قال لي انا معاك. وهما غاديين بالطوموبيل طلب منه ديدي يحبس. من بعد مشى كيجري نقص الطوموبيل وطالع على واحد غيكون هو اللي سرق الساك ديال مرات الكوميسير. عاود لي لافير وقال لي اليوم ترجعوا لها رزقها. من بعد تحرك عند الوافي، الوافي تسنى حتى خوات الفيلا. ديك الساعه دخلوا يعرفوا على كاع القنات والعدد ديال عالي باش يسرع الدور وما يعيقوش به. في اللي رجعت غيتا من الخرجه مع صفية وخوها، ديك الساعه جمعاتهم وقالت لهم بلي السيمانه الجايه غتزوج بعزيز حيت عياد ما تسنى خوها وما عارفاش واش ممكن يرجع ولا لا. الوافي كيسمع هاد الشيء تسنى غير طلع الصباح وطار عند ديدي، عطاه الوراق اللي كانوا مزورين بطبيعه الحال والصاحب اللي صفية وخوها عديان ديالهم، وطلب منه يحاول يعطل الزواج ديال عزيز بغيتها اطول وقت ممكن. وملي يحس بغيتها تاقت به اخوها يطلب لها واحد 7 مليون ديال الدرهم وان فوا ياخذوها كلها يقصد بلاده. من بعد اسبوع جا النهار ديال ضرب الصداق، وهما مجموعين جات الخدامه كتغوت كتقول برا من عند عالي. مع قراتها غيتا وقالت عالي جاي، ردت عليها صفيه بلي ما يمكنش. هنا غيبان بلي عارفه شي حاجه مخليها متاكده بلي عالي عمرو غيرجع. النهار الاخر تعرضوا ليه المطار، سلت ليهم مع المسافرين وخرج من البلاصه ديال الناس اللي جايين من امريكان. صفيه وخوها كيشافوه تصدموا، صاحبنا ناقص حنان معها وصل بدا ماكينه عنق. سلم عليهم كاملين وتحركوا للدار. ملي وصلوا صاحبنا كان حافظ كل شيء وعارف كاع القنات. خداتو غيتا لبيتو، ديك الساعة مشى كيطير البلاكار جبد واحد الصنيديقة وقال ليهم بلي كان كيخبع فيها داك الشيء ديالو ملي كان صغير. فهاد الوقيتة بقات صفية وخوها غير مصدومين، حتى من الوافي كان غيتيق راه عالي كون ما جابوش بيدو. ملي خرجوا سولوا الوافي كيفاش عرف البلان ديال هاد الصنيديقة، رد عليه بلي كان خبعها النهار اللي جابو يكتشف الفيلا. الوافي ملي سمع هاد الشيء ارتاح وعرف راسو مع واحد بروفيسيونيل. في الليل دارت اختو حفله على قبل الرجوع ديالو، صاحبنا استغل الفرصه وخرج بقى عطيها للبوسان، تا راه كيدير الشفط، الحنوك كيبغي يسردهم. في الجهه اللي مقابله معاه غتكون صفيه حاطه عليه العين، وكتقول لخوها ما يزهقوش باش يعرفوا شكون هو، حيت كانوا متاكدين راه ماشي عالي، وهو كيتسركل في الحفله معاه من غير يتساطح. كريمه، مشروع ديال الكفته غادي على رجليه، سولات واش كيدير هنا؟ بغى يفانتيها بديك شكون انت؟ وهي تقول لي شتي واخا يلوحوك في الماكينه الصابون ويلبسوك اللي لبسوك، ريحتك ما تخفاش عليا. ابي دبول لابس سيرفيت ديال الخدامه، صاحبنا شافها عرفاتو، وهو يبدا يسويها معاها وطلب منها تسترو باش يدبر على راسو ويتزوج بها. كريمه حتى هي طلعت الرجوله، ضربت على عزيز جاي دارت براسها كتسولو شنو بغى يشرب. ملي سالات الحفله وتفرقات الجوقه، مشى الوافي عند ديدي لقى حاط قدامه عران ديال التليفونات والبزاطم، كاع اللي سلم عليه في الحفله فايه.
سولو الوافيش هاد الشيء اللي ابريكول ديال هاد الليله. هنا بدا كيغوت عليه وكيقول ليه اخر مره دير فحال هاد البلانات. في الليله يكون نعس بيتو حتى غيحس بشي يد محطوطه عليه. طل في جنبو لقى غيتا. ديك الساعه ناض كيطير. سول اش كدير هنا؟ جاوباتو بلي بغات تكحد اخوها فحال ملي كانوا صغار. قال لها واش تقلبوا لامك التباطين؟ راه ملي كنا صغار دابا راه كبرنا. وهو مازال كيهضر ضربات على رجلو لقاتو لابس واحد التقاشر كيعقلو على جدي ملي كان قدي. في هاد اللحظه دخل عليهم الوافي مع ضرب عليه مقرصن بدا كيويل حيت عند بالو نعيشو غايه راك فاهم. نمشيو للشركه ديال غيتا. الخدامه صبحوا دايرين الاضراب. عزيز واختو ما قدروش يكونتروليوهم. داكشي علاش اتصلوا بغيتا. قالت لهم بلي شويه غتجي وطلبات من علي يسوق بيها. صاحبنا كيسمع السوقان ضربوا الضو حيت المره الوحيده اللي ساك كان بلاصه شي طوموبيل الغارديان. مشاو باش ياخذوا الطوموبيل لقاو الوافي تما. قالت لي غيتا بلي الخدامه دايرين الاضراب وعلي غيوصلها. تسنى ركبات في الطوموبيل وبدا كيعرف علي على السميات ديال الناس اللي متزعمين الاضراب باش حتى الا سولوا شي واحد يلقى باش يجاوب. ركبوا في الطوموبيل وعفات ترى صاحبنا غادي بالدعاء. وصلوا للشركه وهما داخلين تخالفوا مع الكوميسير في الطريق. شاف علي اللي هو ديدي بقى كيحاول يتفكر فين شافو. من بعد تحرك فحالو. كي نزل ديدي من الطوموبيل مشى عنق واحد الشيباني وقال ليه با حمان حيت كان وصاه الوافي بلي كان كيعرف علي مزيان. من بعد طلع في الدروج وبدا كيقول للخدام غير تهدنوا حيت ابتداء من غدا غيدوب لكم الصالير. حاول عزيزي يوقفو وسولو اش كدير. قال لي تمام فلوس باك غادي يدخلوا شريك يدير لك الفريك. صاحبنا قدر يسالي الاضراب وصيفط كل واحد لشغله. هما طالعين للشركه سولوا عزيز واش مفكر عائله با حمان. الوافي غيكون عاود ليه كل شيء وحفظه مزيان. قال لي الله يا ودي با حمان عنده بنت وحده. فهاد اللحظه صافي اخوه عرفوا حافظ مزيان وقرروا يبدلوا معاه الخطه. واحد النهار اتصلوا بيه وطلبوا منه يتعرض لغيتا. ملي مشى للبلاصه جات عنده صافيه قالت ليه بلي غيتا مشات وعرضاته لدارها. مشى معاها صاحبنا تما بقات كتزهي الوقت وكتحاول تسكره باش تخليه يعاود ليها كل شيء. الساعه صاحبنا طلع قربه وما حبس من الشراب حتى غيب. هكا تضرب ليها كل شيء في الزيرو. صباح فاق قام تكي في الفوتوي هز الجاكيطه ديالو بدا كيتسلت ولكن عما الشطاح تحيد منه زد الكتف. داز على البلاكار ديالها يميخل خدا شي سلسله وهو مكمل التقلاب على واحد الدوسي. فتحو قرا دوك الوراق اللي فيه. من بعد خداه ومشى قصد واحد الهاكر عندهم في الكاريان عطاه شي معلومات من الدوسي وقال ليه يبحث لي عليهم. دار صاحبنا دوك الاتاويش لقى صافي وخوها مكحلينها فلوس. عطاه ديال الكونت ديال غيتا وطلب منه يحول ليه كاع ديك الفلوس. في الجهه الاخرى غتكون صافي وخوها مدورين غيتا وكيحاولوا يقنعوها بلي داك الصاط ماشي خوها. ملي ما بغاتش تثق بهم طلبوها تخليهم يزيدوه قالت شي صفقه مع واحد الواف جي من واشنطن وهي وافقات. نهار الاخر يكون كيتمختر في البيرو حتى غيدوروه. اليوم عندنا اجتماع مع وفد جي من واشنطن وبغينا الخبره ديالك في لونغلي بحكم عشتي بزاف تما. بغى صاحبنا يفانتيهم والو غتقدم العرض بلونغلي هي غتقدمه. ايلا تبعوك العرب اجمع القيطون وهرب. طلب منهم يسبقوه بين ما يقاد شي بلانات غير هما خرجوا. هو اتصل بالوافي حاود ليه شنو طرا وطلب منه يطير يفكوا من هاد الحريره. قال لي حاول تربح الوقت انا جاي. قطع ديدي التليفون ولحق عليهم الاجتماع. بداو كيناقشوا البلانات. يلا طلبوا من ديدي نوض يشرح ليهم. دخل الوافي بدا كيقول لي واش نسيتي الاجتماع مع السفير. يلا وقف باش يسلت. شداتو غيتا وجرات على الوافي. هنا صاحبنا حصل وناض كيتفتف. في هاد الوقيته غتبان الضحكه في وجه صفيه وخوها حيت عند بالهم زيروه ولكن هي هاد. مع وقف صاحبنا حدا الفيديو بروجيكتور بدا كيسربك عليهم في لونجلي. Ladies and gentlemen, Mr. Yo, Mrs. Tyler, on behalf of the staff company. هنا صافيه اخوها وحتى الوافي ضربهم الضو ما فهموا حتى وزه. كمل صاحبنا الشرح. صافيه وخوها خرجوا ساخطين حتى ضرب لهم كلشي في الزيرو. غيتا تعنقاتو حيت مور هاد الشيء تاكدت باللي خوها واخا غير كيمثل عليهم. اما الوافي فبقى كيضحك حتى بانوا دروسو. سولو كي دار ليها ومنين نزلت عليها دلونجلي. قال لي راه اخوك اجازه في الادب الانجليزي وعامين قيد ديال التوريس. اودي حيد عليا ما كاين زهر شيء. في الجهه الاخرى غتكون غيتا وخوها عرفوا بلي ديدي طاح لهم على الدوسي اللي كانت مخبعه ويلا مشى حتى عطاه لغيتا غتصيفطهم كاملين للحبس. اتصل خوها بشي وحدين وقال لهم تكلفوا به. ديدي غيكون غادي هو وغيتا يهزوا الطوموبيل من الباركينج حتى غيلقاو واحد وجوه الشراع مسنيينهم. ضرب واحد الكرش وعاودوا للوجه طيحوا. بغى يضرب على الثاني الساعه كان صحي عليه. ضرب غيتا غيبها. من بعد جا فيه الكرش ناض هذاك اللي طاح شدو يلا غيبداو يدخلوا ليه. جا واحد من صحابو ديال الكاريان وبدا كيفرشخ فيهم. ملي نفضوا ليهم الباش علق في حاله وعالي فيا غيتا. سولات شكون صلاخ دوك وجوه الشراع. قال لي انا. شنو حساب لك انا ما كنتش كنتفارق مع بريس ليامات الميريكان. طاق لي صاحبك زد فايطي. نهار اخر يكون صاحبنا داخل الشركه حتى يخرج قدام اخو كريمه. بدا كيقول ليه ديدي دبر عليا. صاحبنا دار براسو ما كيعرفوش ودخل. في هاد اللحظه صافيه كانت موراه سمعاتهم اللي غوت على ديدي وجات ركباتو معاها. صاحبنا ملي قنع غيتا بلي خوها سناها على شي وراق باش يقدروا يبيعوا شي سلعه وياخذوا فلوسها. من بعد عطى الوراق للوافي. في الجهه الاخرى غنشوفوا صافيه في الكاريان مع اخو كريمه. وراها الدار فين ساكن دبرات عليه وتحركات. فحال هاد النوع يبيع والديك على بواطه ديال السيليسيون.
نرجع عند ديدي. في العشيه طلبات منه غيتا يجي يجلس معاها، تما عطاتو واحد الملف وقالت ليه بلي دارت ليه وكاله باش يتصرف في كاع الممتلكات ديالهم. صاحبنا في هذه اللحظه حس بالذنب وفاق عليه الضمير، بغى يقول لها اش كاين، ولكن حتى هي ما عطاتوش الفرصه. في الجهه الاخرى يكون الوافي الجارديني والخدامه كيشارجيو السلعه باش يهربوها، وهما خارجين من الشركه باراوهم البوليس، نزلوهم من الكاميو وطلعوهم في الصطافات. اما صفية من بعد ما خدت المعلومات من عند خو كريمه مشات كطير غوتات البوليس باش يشدوه. ديدي في هذه الوقيته يكون لاح داك الكوستيم، ضرب الحوايج ديال الكاريان وخرج عند غيتا، سولات واش هذا الشيء لابس. هنا خرج من رونتو، عطاها لاكارت ديالو وعاود لها كيفاش الوافي اتفق مع الجارديني والخدامه باش يجيبوه ينصب عليها، ولكن هو ما عطاتوش خاطرو يدير هذا البلان، داك الشيء علاش اعترف لها بالحقيقه. بدات كتغوت وكتقول لي يخرج عليها. فهاد اللحظه دخلت صفية وخوها مع البوليس، بدا خوها كيقول لها شفتي من الاول قلنا لك بلي هذا ماشي خوك، من بعد طلب من الكوميسير يشدو. ولكن فهاد اللحظه غيتصدم اللي غيسول الكوميسير علاش كان متاكد بلي هذا ماشي خوها. بدا كيدور عينيه هو وصفية وقالوا لي غير حسينا. قال لهم الكوميسير حسيت ولا كنتو عارفين شنو وقع لعالي؟ في الاخير قال لهم بلي عالي مات، وهنا غنرجعوا فلاش باك باش نعرفوا شنو وقع. ملي مات بين غيتا صيفطات لخوها برا باش تعلمو بالموت ديالو، رد عليها حتى هو وقال لها بلي قريب يكون هنا، ولكن البرا ديالو طاحت في يدين صفية وخوها. جمعوا عصابة وتعرضوه للمطار على اساس جايين يوصلوه، ولكن غير خرجوه من تما داو لواحد البلاصة وحبسوه. كانوا ناويين يخلوه تما حتى يفوت الزواج ديال عزيز وغيتا، ولكن ملي حاول يهرب قتلوه. البوليس فاش لقاو الجود تحسب ليهم ديدي حيت كيشبه ليه وكان غبر من الدرب، ولكن من بعد مدة قصيرة اتصل بهم ديدي، عاود لهم البلان وعطاهم كاع الادلة اللي كان خدم من الدوسي اللي لقى عند صفية. عزيز شاف راسو حصل، خطف البوليسي السلاح حطو على غيتا وبدا كيهددهم باللي الا قربوا غيقتلها. بقى خارج حتى وصل الفورغون ديال البوليس، ديك الساعه ركبوا فيها وعلقوا. تبعهم الكوميسير والرجال ديالو، علم المقر صيفطوا الدعم. هنا بدات قافله ديال البوليس تبعاهم، وما داش بزاف ديال الوقت حتى وصل عليهم ديدي بهليكوبتر. نقز فوق الفورغون، دلا في الجنب، دور عزيز الفولون ودخلو في شجره ونقز. تبلوكات الطوموبيل، جاو البوليس شدوهم وعتقوا غيتا. نهار الاخر غنشوفو ديدي مع البوليس في الكوميساريه، شكروا حيت عاونهم. في الاخر وعدهم بلي غادي يشد يدو ومشى عند غيتا اللي كانت كتسناه، قالت لي بلي كتبغيه. يلا عنقاتو، جا الكوميسير كيجري حيت غيكون ديدي طير ليه البزطام، رد ليه بزطامو المينوط والفردي اللي كان طير ليه. من بعد كملت عنيقته. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو جاي. بيس.